استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم سعادة السيد تشاي بان يامرو باجبونغ سفير مملكة تايلاند لدى المملكة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي في المملكة. وقد نقل السفير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تقدير رئيس الوزراء التايلاندي والحكومة التايلاندية للرؤية الثاقبة لسموه التي لها محلها من الاحترام العالمي، وأسهمت في تحقيق نجاحات كبيرة في مجالات التنمية المتعددة في مملكة البحرين، وساهمت كذلك في تعزيز التقارب الخليجي الآسيوي وتأسيس شراكة حقيقية تخدم المسار التنموي والاقتصادي لدى الجانبين. وخلال اللقاء نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمستوى المتقدم لعلاقات الصداقة التي تربط بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند، وما وصل إليه التعاون الثنائي بين البلدين من تطور في مختلف المجالات عززته الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين، والتي هيئت الأرضية لانطلاق هذا التعاون إلى آفاق أرحب. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن العلاقات البحرينية التايلاندية أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الدول القائمة على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة، منوها سموه بالدور الذي تطلع به مملكة تايلاند في المحيط الآسيوي وفي الارتقاء بمجالات التعاون الخليجي الآسيوي في مختلف المجالات. وفيما نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي طلع به السفير التايلاندي في دعم مجالات التعاون الثنائي والارتقاء به، فقد تمنى سموه له كل التوفيق فيما سيوكل إليه من مهام. وقد أعرب سفير مملكة تايلاند عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دور سموه الرائد في دعم العلاقات البحرينية التايلاندية وفي تعزيز التقارب الآسيوي الخليجي، منوها بما وجده من إسناد من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء طوال فترة عمله الدبلوماسي دعما وتعزيزا لعلاقات الصداقة البحرينية التايلاندية.